ننتقل إلى البوابة الإلكترونية للشروق. رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة تنمية الريف المصري الجديد بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمر عبد الوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية. من عندنا يعني متابعة أكتر وتفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري. بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح النور على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. نتكلم على هذا الخبر، بنتكلم على يعني تنمية الريف المصري الجديد. عايزين نعرف من حضرتك ما تم حتى الآن وأهم الخطوات والقرارات الأخيرة بما يخص هذا الموضوع. بنتكلم على ثروة قومية في الاقتصاد القومي فيما يخص طبعا الريف المصري الجديد. هو بس عايزين نبدأ ان احنا كان عندنا حوالي 5.9 مليون فدان قبل 6 سنوات أراضي زراعية. نعم تمام. احنا دلوقتي عندنا بالظبط حضرتك 9.4 مليون فدان. كانت في عهد محمد علي حوالي 3.6 مليون فدان. ففي فجوة كبيرة جدا اهتمت بها الدولة منذ 5 سنوات واكثر لحد دلوقتي من خلال طبعا القرار العظيم اللي هو بانشاء شركة الريف المصري اللي هي انشأتها الدولة. وطبعا شركة الريف المصري السيد الرئيس وجه بفكرة زيادة مشروع 1.5 مليون فدان. المشروع 1.5 مليون فدان هو حضرتك زي ما انت عارفة ان احنا ما بدأ على 3 مراحل. المرحلة الاولى حضرتك هو 500 ألف فدان، ودي طبعا عبارة عن 30 ألف فدان في الفرافرة القديمة و 20 ألف فدان في الجديدة، ومنطقة المهرة 135 فدان، وطبعا وقرية الأمل وتوشكا، كل هذه المناطق طبعا احنا انتهينا من المرحلة الأولى بإنجاز كبير جدا طبعا. وتم حصاد 10,000 فدان اللي هو افتتاحها السيد الرئيس بالنسبة للقمح في الفرافرة، ودي كانت خطوة ان احنا يعني حصل احنا بنقول غزو الأراضي الصحراوية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي الموجود داخل مصر. طبعا حضرتك احنا عايزين نفهم برضو حاجة ان الريف المصري مش مجرد شركة بتوزع أراضي، لا دي شركة خاصة أو شركة مملوكة للدولة، مملوكة لوزارة الإسكان في هيئة المجتمعات العمرانية، مملوكة لوزارة الزراعة من خلال هيئة التعمير، ومملوكة لوزارة المالية. يعني الشركة تابعة للدولة وبتخدم على المواطنين داخل الدولة في إطار طبعا توفير فرص عمل، تحقيق الاكتفاء الذاتي، زيادة التصدير بالنسبة لتلك المناطق. احنا دلوقتي حضرتك بنشتغل في المرحلة الثانية، ودي 9 مناطق بمساحات طبعا حوالي 490 ألف فدان، ودي هتروى بالمياه الجوفية برضو في مناطق الفرافرة والفرافرة الجديدة وامتداد الدخلة وغرب كوبومبو والمهرة وغرب المنيا وجنوب شرق المنخفض وشرق تيوة. دي المرحلة الثانية، إن شاء الله المرحلة الثالثة هتكون 510 فدان وفي 5 مناطق بتروى بالمياه الجوفية، وبرضه هتكون في مناطق الفرافرة وجنوب شرق المنخفض ومنطقة الطور بجنوب سيناء وغرب المنيا ومنطقة غرب 2. طبعا دي هيكون المساحات فيها زي ما قلت لحضرتك حوالي 510 ألف فدان. طيب دكتور حسان، يعني تم عرض أيضا في خلال هذا الاجتماع موقف الآبار، إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب المستثمرين، مع بدء أيضا تنفيذ إجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة. لأي مدى ده انعكاساته على أنه يصب بشكل إيجابي في مصلحة فكرة المليون ونصف المليون فدان، الجدية أيضا من قبل المتعاملين مع هذا الأمر؟ هو طبعا عايزين نوضح بس حاجة، ان الدولة دايما بتهتم بفئة محدود الدخل بشكل خاص، عشان كده يمكن حطت مميزات لصغار المزارعين بامتيازات. طبعا الاراضي بتوزع بنظام اللي هي 230 فدان بالنسبة لصغار المزارعين، وبتصل بالنسبة لكبار المزارعين بتصل الى 50,000 فدان. طبعا ال 230 ألف فدان معمولة بشكل ان احنا النهاردة ممكن مجموعة من المزارعين حتى لو أسرة واحدة بيبقوا 10 أفراد بياخدوا ال 230 ألف فدان. الدولة بتعمل لهم طبعا شبكات طرق. طبعا حضرتك انت عارف ان شبكات الطرق شركة الريف المصري وصلت حاليا ان هي عملت اكتر من 1,000 كيلو متر داخل تلك المناطق، بتعمل حاليا محطات تقوية
بالنسبه للكهرباء بتطور شبكات، بتعمل مناطق خدميه داخل تلك المناطق. النهارده حضرتك الاراضي فيها جزء مجهز بالكامل، زي مثلا اراضي سهل بركه اللي هي في الفرافره، طبعا دي اراضي مجهزه بالكامل. حضرتك بتاخد الارض النهارده يا دوبك بتحط التقاوي وبتزرع على طول. وفي اراضي حضرتك مجهزه بنظام الري المحوري، ودي بتتاخد بال 700 فدان وبال 1000 فدان. وفي اراضي بابار وفي اراضي بدون ابار برضه في المنيا. يعني اذا الدوله حاطه كل التيسيرات اللي يقدر ان هو يقدر ياخد اراضي ويقدر يزرع بحيث ننطلق في هذا الامر. بنشكر حضرتك دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري، كنت معنا عبر الهاتف.